السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد وأهلا ومرحبا بكم. اليوم أتيت إليكم بفيديو جديد أشرح فيه طريقة استخراج شهادة الميلاد أو أكت دو نيسانس. مؤخرا وزارة الداخلية أطلقت هذه المنصة لاستخراج شهادة الميلاد من البيت، وأنا سأشرح لكم الطريقة والمشاكل التي قد تجدونها في ملء هذه الاستمارة. هناك العديد من يبحثون عن الموقع ولا يجدونه، ستجدون الموقع مباشرة في أسفل الفيديو، يعني تضغط عليه مباشرة تجي للبلاتفورم، مكان لا تدوينة ولا ادخل هنا وادخل هنا وإشهار من هنا، ديريكت تدخل لهذا البلاتفورم. المهم نجبدو ستيلو باش نشرحو، حنا نستخدمو ستيلو، هذا ستيلو هذا نخدمو به. اولا تجي هنايا لهذا البلاتفورم، مفتوحه للناس اللي عندها الباسبور بيومتري والله هذيك الكارطه هذيك بلاستيكيه بيومتريه. الناس اللي عندهم الكارطه الخضراء غير سي با لا بان، هذيك الكارطه راه ما تيكزيستيش. روحوا للناس اللي عندهم ديك الكارطه الجديده هذيك اللي فيها النيميرو الطويل هذاك. اما الجماعه اللي عندهم الكارطه الخضراء هذيك الكبيره هذيك ما كان لها. عفوا نبداو بسم الله. أول خانة هي الرقم التعريفي الوطني، يتكون من 18 رقم، ديروه هنا، يتكون من 18 رقم. الخانة الثانية كاين الكارطة، كاين واحد ثاني واحد الرقم ثميتين تلقاو رقم بطاقة التعريف جاي ثاني صغير، فيه وقيلة واحد 6 نوامر ولا 7 هاك، تحطوه هنايا في هذه الخانة الثانية. البريد الإلكتروني هنا، البريد الإلكتروني، البريد الالكتروني هنايا، تعاودوا ديروه هنا، تعاودوا تكرروه نفسه. رقم الهاتف، علاقه الارتباط بصاحب العقد، يعني اغلب يكون المعني، تحط المعني، يعني تحط المعني بالامر. هنا دير اللقب اللاتيني، اللقب تاعك يعني النكوه، يعني النقمه كما احنا نقولوا. الاسم باللاتينية دير الاسم تاعك الشخصي. هنايا هنايا كاين مشكل ممكن يتعرضوا للجميع، باش تخير الولاية اضغط اختر الولاية، اضغط فوقها اختر الولاية، يعني تضغط فوق اختر الولاية باش تقدر تضغط باش تظهر لك القائمة. كاين بزاف اللي يبدا غيتيري وخلاص يروح يكليك، اضغط فوق اختر الولاية تظهر لك ديك الليستة وتخير بار اكزومبل باتنا مثلا، نديرو مثلا باتنا ايا، ومن بعديها بلدية الميلاد تضغط فوق اختر البلدية، ما تضغطش هاك ولاك، اضغط فوق اختر البلدية باش تظهر لك الليستة وفوالا، وتخير مثلا مش عارف انايا البلدية تاع المدية تازولت مثلا تازولت. هنا دير تاريخ الميلاد تاني تلقاو فيه مشكل، تاريخ الميلاد دوك نديرو مثال بار اكزومبل، تضغط تكليكي تظهر لك هذه الاخرى، تخير مثلا 25 مثلا، تخير 25 هنا يطلع لك دات معينه وخلاص، تضغط على التاريخ في الوسط في الوسط وتضغط على التاريخ او ديسمبر مثلا، مثلا خيروا مثلا اوت باش تخير اوت. واش ديري لك تروح تضغط على ال 25 هذيك الاولى اللي غلط تضغط عليه باش تقدر تثبت اوت. نروحوا مثلا 2020 باش نديروا 1990، تكليك الى 2020 وتروح للسنوات وتحوس على 1990 بار اكزومبل، تخيرها وراها تخيرها 1990 او ما راهي 1990 نسيتها فوالا، ها هي هنا. وباش تثبت 1990 في 2020 تروح تعاود تضغط على 25 هذيك فوالا، هانا خيرنا 25 8 90. باسكو لو كان تبغى تراها ما تظهر لكش، الا تخير اليوم الذي ولدت فيه ثم تختار الشهر ثم تضغط على اليوم الذي ولدت فيه في هذاك الشهريه لا يدخل لك، ومن بعد تختار السنه ثم تضغط على اليوميه هذيك تثبتها دائما باليوم تاع الذي ولدت فيه. هنا رقم عقد الميلاد، هنا نعاودوا نخرجوا للستيلو كالعاده، هنا الستيلو تروح للعقد هنا هنايا،
وهنا العقد هنايا دير في شهادة الميلاد تاعك في الجهة اليمنى، راك تلقى رقم شهادة الميلاد يسموها النيميرو داكت، ديرو تما. ومن بعد هنايا دير هنايا هذا الكود، هذا الكود الكابتشا، هذا الكود الكابتشا ديرو هنا، اسمحوا لي ديرو هنا، تكتبوا هنايا فوالا. ومن بعد هنايا تكتب وصرح ان المعلومات المقدمه صحيحه، تكليك الى هذا هذاك المربع هذاك وتضغط تاكيد. في حال ما طلعت لك شهاده الميلاد تاعك ويكتب لك العقد، هذا العقد غير موجود، فاعلم ان البلديه تاعك ممكن مازال ما حطتش لي زانفورماسيون في السيرفو ناسيونال، يعني المعلومات تاع البلديه تاعك مازال ما رسلتهاش للسيرفو ناسيونال اللي راهم يجيبوا منه المعلومات اللي تخدم هذه البلاتفورم. هذه هي، وتكتب وتضغط تاكيد. كي ضغط تاكيد انا نظن نشوفوا لا حتى منها ديجا يلاقي تعمر قال لي زانفورماسيون ما عمرتهمش انا. ليسونسيال نتمنى ان شاء الله بربي نكون عطيت لكم نظره. المهم المشكله برك في اختيار البلديه واختيار المعلومات، واي مشكل ممكن يواجهكم اكتبوا لي في التعليقات. في الاخير نتمنى تابونيو في القناه تاعي، زيدوا لنا شويه الاشتراك باسكو الحياه راهي ناقصه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.